شيخنا بس نوثق نوثق تاريخ اليوم الآن. تاريخ اليوم 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 احنا اليوم السادس هذا اليوم هو السادس والعشرون أيوة. من شهر جماد الأولى لعام 41 و400 ألف اليوم احنا ايش اليوم ايش اليوم يوم الثلاثاء الثلاثاء ليلة الأربعاء في بيت شيخنا محمد أحيد عمر أحيد عمر محمد أحيد مركب يا شيخ مركب أي نعم محمد أحيد هذا الاسم الأول الاسم وعمر اسم الوالد اسم الوالد رحمه الله إذا دخلت مع باب السلام نعم. عندك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم نعم وضع على ثراك الحقيقة نعم. وجزاهم الله خير لا يصنع إلا خيرا نعم. لكن أحيد وحيد وغيره ليست والد الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والحاشر والماحي ومحمد وأحمد نعم وهذا المورد نعم. لكن وضعوا اسماء من باب السلام الى بعد المواجهه الكريمه نعم. حوالي 100 اسم واسم نعم. وفي كل مربع اسماء اولها محمد واحمد ثم حامد ومحمود ثم وحيد واحيد نعم. وهكذا رؤوف ورحيم وكذا والاخر لكن المعروف فيها في موطأ مالك وفي البخاري نعم جزاكم الله خير اختم شيخ والله شيخ انا ودي يعني نصيحه تختم بها سواء كانت لنا او لطلابك النصيحة التي عندما دخلنا ولم تسجل أنت ذكرت لنا شيخنا ذكرت لنا يعني عن مسألة إيش الخاتمة ما الخاتمة أذكر كأنك تكلمت الخاتمة الخاتمة أذكر أحد إخواننا الشيخ نعم. محمد الأمين بن محمد الخضر الشنقيطي نعم. هذا عمه زوجي السابق رحمه الله تعالى الله يقول لم يبقى في هذه الدنيا يشغلني إلا حسن الخاتمة نعم. الإنسان يختم له بخير والشيخ الحذيفي جزاه الله خيرا ذكر أكثر مرة فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا بالآخرة الحقيقة هو لم يذكر دليلا ولم يذكر هذا الحديث ومن خرجه لم يذكرها نعم. لكن ذكر أكثر مرة فأقول الإنسان دائما أدعو الله أقول اللهم أمثني تام الإيمان قاضيا ديوني مؤديا أماناتي مستغفرا من جميع ذنوبي محسنا الظن بربي نعم. أنا سأقول لا يموتن أحدكم له يحسن الظن بربي فهذا الذي ذكرته والنصيحة أن الإنسان يحاول أن يستقيم على الدين نعم. وأن يحاسب نفسه كل يوم ما الأوراد التي فعلتها هل ذكرت الله 100 مرة هل قلت لا يالله وحده لا شريك له 100 مرة هل قلت سبحان الله بحمده 100 مرة يحاسب نفسه حتى يتأكد لأن كل يوم محسوب على الإنسان صحيح. قال بعضهم إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبي وقال الشافعي رحمه الله تعالى وما هي إلا ليلة ونهارها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد من البلاء ويدرينا أشلاء الصحيح من القبر ويتركنا أزواج الغيور لغيره ويقسمنا ما يحوي الشحيح من الوفري فأهم شيء حمر الإنسان ويحاول أن يستغله فيه إن شاء الله ونادر الله سبحانه وتعالى لا نكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك حسن يا رب في أعماركم على طاعتي الله يجزاكم خير جزاكم الله خير شيخنا على هذا اللقاء الجميل الجيد وأسأل الله أن ينفع بكم وبشروحكم شيخنا ونسأل يعني نتمنى من طلبة العلم إن شاء الله بإذن الله أن يستفيدوا من شروحكم وكما قلنا شيخ أحيد داخل باب قباء رقم 5 الداخل يجده على اليسار بارك الله نعم هناك حلقة الشيخ وفي كلية الحرم كلية المعهد يجد الشيخ هناك يدرس النحو وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير